اللي بتقول عليه الست ده ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان. طولتوا علينا. احنا في كل عيد نعملكم جول، نعملكم فيديو، نعملكم جدول. جدولنا اول شيء بوريكم ايش احنا عندنا اليوم. الحلويات اليوم راح تاكلوا حلويات واجد، ها، وذول الحلويات كالعاده نم 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 نم. وبعد الحلويات بيكون في عندنا تحدي. تعودتوا علينا دائما نحس في تحديات او نعمل مسابقه خاصه يوم العيد. يعني مثلا كيف احنا نهديكم عيدية؟ شفتوا معانا الايام الماضيه كيف احنا بطريقه جديده نفتكرها ان نعطيكم عيدية. اليوم معانا تحدي طاوله وتحدي جديد بس بشكل جديد احنا سويناه. يلا شوفوا معانا. نبي حلويات كالعاده، حلوه زين، وهديله محبتكم سالفه النهايه. عندنا هنا بعد في عيدية. عيدية. هنا اليوم عيديات اشكال انواع. حلو؟ طيب فهد ما شاء الله هذه السنة لأول مرة صام رمضان. طبعا الله سبحانه وتعالى جعل في كل شيء، في كل الأعمال في درجات. رمضان لله فالله سبحانه وتعالى يعطينا درجات. طبعا احنا حبينا بعد نفس الشيء نشجعك وشكرا في جماعة عملوا هذا العمل الطيب، هذا اسمه فليتنافس المتنافسون. فكرة فليتنافس المتنافسون ايش فكرته؟ فكرته انه تشجع الاطفال انهم يصوموا. فهد ما شاء الله صام شهر رمضان، خلينا نشوف ايش في هذا. في عندك بنود التقييم، زين خلنا يلا نوضح صورة. عندك الصلوات الخمس، الصيام، القرآن، أذكار الصباح، أذكار المساء، الباقيات الصالحات، وصلاة التراويح، وأعمال يحددها الوالدين. أوكي، هنا نحط درجات، زين، وعلى كل الدرجات شوفوا معانا الدرجات والخانات. طبعا فهود أول يومين ما صام، زين، وهنا الدرجات وكيف ممكن تقيم، تعمل له كم حسب الدرجات. أوكي. العمل حلو يشجع الأطفال أنهم يصوموا شهر رمضان. فهود تقبل الله منك وإنجاز، وفي لك جوائز أو جائزة كبرى عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، فيها أجر كبير بإذن الله. إنزين، وفي شيء ثاني بعد خلنا نشوف فهد المكافآت. هذه هي مكافآت العشر الأولى، أول عشر أيام من شهر رمضان. هنا كتبنا لك بارك الله فيك وتقبل الله صالح أعمال، وفي مبلغ. شوف كم حصلت؟ نص ريال. حصلت نص ريال على اول عشرة ايام. حلو؟ حلو، لانه بعد في هنا في فلوس هنا في بنشوفهم بعدين. طيب استلمت العشرة الاولى كان نص ريال، حلو؟ نستلم العشرة الثانية. هذه العشرة الثانية وين هي؟ مكتوب بعد شوف. اوكي هذه العشرة الثانية، اعطينا نشوف العشرة الثانية. ايضا بعد فيها مكافأة مالية. ما شاء الله ما شاء الله. ريال. هذا ريال. 200 ريال. ريال ريال، اوكي اساس الوقت. كم كلهم؟ ريال. انزين حلو. الحين نشوف العشرة الثالثة. تعال هنا، تعال هنا. نشوف العشرة الثالثة. شنو العشرة الثالثة؟ هذه هي مكافأة العشرة الثالثة. خلينا نفتحها نشوف. فيها 5 ريالات. المهم حبيبي بارك الله. ما في صور ما طلعت صوتها غير. بارك الله فيك ومبروك على صيام شهر رمضان. الحين اللي يجي لي ويش؟ للتحدي. ايوه. جاهز؟ ايوه. تحدي في فلوس، ايديكم هنا. هذيلا جائزتك بصوم شهر رمضان. اوكي؟ انك صمت شهر رمضان حصل جائزة. طبعا الجائزة الكبرى وين؟ عند الله سبحانه وتعالى.
الان جاء وقت التحدي. التحدي ايش؟ كيف انت تحصل عيد ايدك؟ ايوه كمان كل مره يعني. انزين يلا نشوف. عندنا هذا النرد. ايوه اوكي الارقام. وعندنا هنا ايش؟ هذا اللي راح نحرك فيه. اوكي اي لون تختار؟ انا احمر. انا اسود. اوكي كيف تقول اللعبه؟ كيف؟ لما يرمي النرد مثلا جالس اثنين. اوكي اتحرك من هنا. اتحرك من هنا. واحد اثنين. هنا اوصل. أيه. تاخذ العيدية مالك. العيدية. 100 بيسة. ايوه 100 بيسة. بعدين نطلع برا كيف فاضي. وكذاك ونحن رايحين. عندنا كم؟ ريال 20 ريال 100 بيسة ريال 100 بيسة 5 ريال. ارجع خطوة لورا نص ريال 100 بيسة 10 ريال عماني و100 بيسة 100 بيسة. اصعد توصل هنا تصعد فوق. وعندك بعد ايش؟ نص ريال. وعندك 100 بيسة وعندك 5 ريالات. يطلع لي 4 عشان هنا اول دور شهر. كم بقى؟ 5. يلا حركي 2 3 4 5. خذي 100 بيسة. خذي 100 بيسة. مبروك عليك. يلا الحين دورك فهد. 2 1 2 1 كان بس. خذيت كم؟ 100 بيسة حصلت. يلا يلا شهد دورك الحين. خمسة. يلا شاهد حركي 5. 1 2 3 4 5. وش يقول هنا؟ ارجع خطوه. ارجع خطوه يعني ترجع هنا. هنا اوكي حصلت نص ريال. 3. يلا تقدم 3. 1 2 3 3 خلاص يعني فاضي ما حصلت شيء. يلا يلا شوف شوف كم؟ 5. يلا 5 محرك الاصفر. وين واحد؟ واحد اوكي. 1 2 3 4 5. يا الله كانت قريبه في ال 20 ريال. اذا جابت 6 كم حصلت 100 بيسه؟ يلا اذا جابت 6 خلاص 6 لو كانت جايبه 6. ايوه كم تتوقع بتحصل؟ ما اعرف والله. يلا 4. وين مالك؟ هذا 1 2 3 4 فاضي. كم تريدي؟ تريدي اكبر شيء؟ اريد واحد. يلا 6. ما يصير شهد لان انت حصلتي 6 ما يصير لان بقى لنا خطوتين يعني كنت المفروض تجيبي 1 او 2. ايوه اريد 1. صح؟ ايوه يلا اللي بعد. اثنين. وين انت؟ حرك. 1 2 5 ريالات. ما شاء الله ما شاء الله. الحين فهد دورك. يلا طبعا صار عندنا هنا كم خانه فاضيه. شهد ما دوري. اوكي ما شاء الله انت امين. ها 6 ما يصير. اوكي الحين دور فهد. 5. يلا 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 حماس حماس. 6. ما يصير ما يصير. انت وين واصل؟ 1 2 3 4 5. ما يصير صح؟ ما يصير. اذا كان العدد اقل، اذا كان العدد اكبر والخانات اقل ما يصير. يلا 3. ما يصير. شهادتي لازم تجيب 2. 1 او 2. يلا يلا فهد. 1 حصلت 100 بيسة. حط يلا يا سيد العب. ما بعرف انا هذا. كيفك على حظك. يلا أنا 1 2 3 4 6 ريال. زين بقى عندنا 20 ريال عماني وهذا العشرة اكبر مبلغين. لا بعد في 5. 1 2 4 ما يصير. شوف فهد انت الحين في الخانه الاخيره صح؟ ايه. اذا جبت 1 تطلع برا. اي جبت اي رقم؟ اذا جبت اي رقم تطلع برا. تطلع برا بعدين تبدا من جديد. الحين من جديد فهد
شوف يلا خمسة يلا اطلع برا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خانة فاضية بعد شهر. انت تريدي ال 20 ريال؟ يلا اوكي يلا. واحد لا حصلت ما شاء الله. تعالي خلينا نشوف خلينا نشوف. يا سلام يا سلام. شهد حصلت 20 ريال. الاكبر يعني اكبر مبلغ شهد حصلت الحين. بقى عندنا 110 و100 وطلع لنا باقي لنا نص ريال باقي لنا خمسه. يعني كم باقي لنا؟ شباب باقي لكم خمس محاولات. تمام؟ يلا. اشوف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نص ريال الحين دوري كم؟ أربعة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة ريال. يلا ثلاثة حركي. واحد اثنين أيوة ثلاثة فاضي فاضي. يلا فهد الحين على اساس ان نفوز ونخلص اللعبه، تعرف ايش بنسوي؟ خلاص بنشتغل على هذول الخطين. ايش رايكم؟ اللي هنا خلاص بنكنسلهم لانه فاضيين خلاص. فبنشتغل على هذول الخطين. فهمت؟ يعني بس نلعب على هذول الخطين فقط، ما نروح فوق. زين فهد؟ الحين معنا يلا. يلا. واحد انا حاسس انك غشيت. والله جبت واحد يعني؟ ايوه جبت واحد حقيقي، انا قاعدة حقيقي جايبينه. اوكي يلا عشان تحصل خمسة. والله جربوا هذا الألعاب في العيد وعشان نكون ملانين في البيت. هذه كله ملل حلوة يعني انه كيف تحصل فلوس؟ يعني ممكن واحد يحصل اكثر واحد يحصل شويه. ايوه كذا تحدي حلو يعني. ايوه زين وبعدين؟ نروح ناكل؟ ايوه. اتمنى عجبكم الفيديو. حطوا لايك سووا شير سووا سبسكرايب. انتظرونا في فيديو قادم. حطوا 300 لايك في فيديو مقطع. ومع السلامه.